فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط الترتيب والموالاة في التيمم؟ اي نعم، يشترط انه يمسح وجهه ثم يمسح كفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لعمار، مسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.